إلى هذا المكان الخاص مع الأخ أحمد أبي داود مدير عام مديرية المنصورة رئيس المجلس المحلي. ويسعدنا جدا أولا أن نرحب بالأستاذ أحمد علي. أهلا وسهلا. نرحب بك في هذا اللقاء ونود أن نبدأ يعني الحديث عن المشاريع يعني عن مدرسة القادسية. القادسية أعتقد أنها من أهم المجازات المهمة. تحدثون عن هذا المشروع. اهلا وسهلا بكم. وبالنسبه لمشروع مدرسه القادسيه يعني هي مدرسه يعني مهمه ومدرسه هي يعني تقريبا يدرس فيها تقريبا 2500 طالب. عندما تم يعني هدها على اساس اعاده بنائها من جديد حصلت ظروف الحرب والمشاكل وتوقفت 8 سنوات. بالتعاون مع أخ يعني معالي وزير الدولة محافظ عدن اتفقنا على أن نقوم بتمويل مشترك بين المديرية والمحافظة وتم ذلك يعني بعون الله وتم يعني الانتهاء من البناء العظم يعني المدرسة 3 دور وخلال يعني الأشهر القادمة سنقوم بتشطيبها يعني وإدخالها العام القادم إن شاء الله في التدريس وعادة الطلاب الذي تشردوا للمدارس الأخرى عادتهم الى داخل المدرسه. هذا بتمويل محلي يعني بتمويل محلي من المجلس المحلي مديريه المنصوره هو السلطه المحليه المحافظه. طيب مشاريع اخرى مدارس اخرى يعني عندك مدرسه الخنساء قمنا بانشاء يعني 6 فصول يعني عظم والان قادم على انشاء 6 فصول اخرى وتشطيب الستة اللي تم الانجاز فيها. عندنا مدرسة باصديق هناك مدرسة يعني مقدمة من الصندوق يعني تم بناء الأساس ولظروف الحرب توقفت الإنشاء. سنقوم بالمشاركة مع وبتشارك مع سيادة المحافظ وسنقوم ببنائها. كذلك مدرسة عبد الله شرف نفس الكلام يعني الصندوق قام بإنشائها وتوقفت في الأساس يعني بإذن الله بالعام القادم بداية العام القادم سنقوم بإنشاء هذه المدرسة. المشاريع هذه لها فترات محددة يعني الإنجاز في أكيد يعني نتعاد من يعني 6 شهور يعني كل مشروع لا يتعدى 6 شهور خاصة المدارس لأنها بحاجة إلى وقت بحاجة إلى أول مرة بناء العظم بعدين التشطيب يعني بياخذ وقت ياخذ وقت أيوه. طيب انتقل إلى موضوع السراط والجانب الأمني يعني إلى أي مدى يعني الشرط في مسائل العمل الطيب. الشرط والأمن يعني ركيزة أساسية لاستقرار الوضع بشكل عام. ونحن يعني بالإدارة السلطة المحلية في المنصورة يعني نولي اهتمام كبير بالجانب الأمني ومن ضمنها يعني الأمن العام. يعني عندنا 4 شرط ومنطقة يعني نحن نتبع المنطقة الخامسة باسم الداخلية وعندنا 4 شرط. تقوم بواجبها يعني حسب الامكانيات المتاحه. نحن نقوم بصرف يعني موازنه يعني تشغيليه يعني بسيطه تقريبا لا تتجاوز يعني مليون ونقوم ب تاهيل الشرط تقديم مثل طاقات شمسيه كاميرات تعثيث يعني تاهيل يعني بشكل عام لجميع الشرط. عندنا خطه يعني العام القادم يعني بتاهيل اكبر واوسع من العام الماضي. يعني لإعطاء الأمن أهمية يعني أكبر من المتاح الآن لأن ظروف البلد يعني موازنات يعني مغلقة ووزارة الداخلية لم تصرف لهم يعني موازنات ولا تغذية ولا سيارات يعني الوضع سيء يعني بالنسبة لهم وفوق هذا هم يقوموا بواجبهم أمانة يعني يقوموا بدور يشكروا عليه في ضبط الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة القبض على مروقي المخدرات الحشيش لا اخرى في امور يعني ملموسه يعني تحس انتم اكيد والمواطن يحس بهذا الامر مش نحن فقط. طيب فيما يتعلق بالضرائب والاقبال الى اي مدى يعني ضبطتوا هذه المساله؟ شوف الموضوع الواجبات مثلا وعندما استلمنا الاداره في المنصوره في 2020 في شهر 9 كان إيراد المديرية 78 مليون في العام.
عام 2019 كان 50 مليون في العام، خلال العام 2019 50 مليون. بدأنا بالمكافحة الفساد يعني تدريجيا وتحسن الوضع. العام الماضي كان 285 مليون في العام، يعني تحسن. الآن عام 2022 يعني إلى شهر أكتوبر شهر 10 من 1 إلى 10 585 مليون، يعني تجاوز نص مليار. وأكيد يعني من 50 مليون إلى 700 مليون في تحسن يعني كبير. ونحن يعني برضه رغم أنه الوعاء الإيرادي كبير لكن سنسعى على يعني تحسين الإيراد. بالنسبة للضرائب، الضرائب يعني في تحسن كبير في نظام يعني يحكم الضرائب، يعني ما ندخل في عملهم ولكن نحن نقوم بتوفير الحماية لهم أو للواجبات يعني للمخالفين. يعني تحسب انه يعني انتم يعني قطعتم شوط في هذا الجانب، شوط كبير بالشوط. يعني شوط مثلا الايراد المحلي للمديريه في خلال 2022 بلغ 2 مليار ريال، المشترك بلغ مليار و 214 مليون، يعني 3 مليار و 200 الى شهر 10. هذا من 1967 ما جاء عبد المنصور الإيراد هذا. أستاذ فيما يتعلق بال يعني الضرائب والواجبات في مشكلة كانت موجودة في هذا الجانب، يعني كانت مشكلة. أيوة. هل تجاوزتوا هذه المشكلات؟ تجاوزتوا شوف الفساد لا يمكن تجاوزه. أيوة. بسهولة. في وضع البلد الآن صعب، ولكن ممكن تحسين أو الحد من انتشار الفساد بشكل أكبر. أيوة. أما الفساد هو موجود وصعب أنك تتجاوزه. لكن في تحسن، احنا عندنا الحد الحد منه، حد من انتشار الفساد او الاستمرار بنفس الطريقه اللي كان يستمر فيها. هذا يعني احنا استطعنا ايقافه، ولكن الفساد بحاجه الى يعني سلطه عليا ولا قرار سيادي او سيادي بازالته واتخاذ يعني قرارات يعني شيعه، لان الفساد متمكن بجميع مفاصل الدوله. الفساد مش بمكان مديريه او بمحافظه او بوزاره، الفساد منظومة متكاملة ويحمي نفسه أكثر مما تحمي الدولة نفسها بالنظام القانوني. وبالأخير عندما تمسك فاسد تأتيك الفاسدين من كل الوزارات ومن مجلس الوزراء مساعدة هذا الفاسد، وعندما يروح مظلوم أو يعني رجل يعني يمشي على النظام ما تحسب شو معه من يساعده. لذلك منظومة الفساد منظومة قوية لكنها ضعيفة أمام إرادة الرجال والمخلصين. طيب يعني هذا الجانب الفاسد يعني الى اي مدى يعني كافحتم عناصر الفساد في اطار مديريتكم؟ يعني شفنا مثلا نحن عندنا في الواجبات عملنا منشورات انه ممنوع الدفع الا بسندات رسميه، واي اخلالات عليهم ابلاغنا. وبالفعل تم تغيير اداره الواجبات عندنا كذا مره وتم ضبط هذه العمليه، واي مخالفات الان احنا مستعدين على معالجتها يعني من قبل، او اذا في شكاوى احنا مستعدين على معالجتها او محاسبه اي فاسد يوم. لان الان المكتب مفتوح، احنا برضه جوالاتنا مفتوحه، اي بلاغ اي شيء على فاسدين احنا مستعدين نتجاوب مع اي شخص سواء كان تاجر مواطن، يعني في عمل يعني وش يعني كلام على الارض. والدليل انه من 50 مليون الى 600 مليون في هذا العام، معناته 600 مليون اجت يعني بالحد من الفساد، بينما انه هذا المبالغ كانت تاخذ سابقا هي نفسها، ولكنها بدل راحت الى هناك. وبرضه الواجبات يعني صراحه على هذا المبلغ يشكروا عليه، لان الدوله تعاملك بالارقام بالنسبه للوظائف سواء كان ضرائب واجبات الموارد الايراديه هذه او الوظائف الايراديه بتحكمك الرقم. انت اليوم جبت 100 مليون او هذا العام 100 مليون، العام اللي مضى يعني 50 مليون، العام القادم جبت يعني 100 مليون، هذا اللي يحكمك الرقم. صح. كل ما نزل الرقم معناته في خلل. صح. وكل ما زاد الرقم معناته في يعني اجراءات في تقدم في تقدم بالضبط. طيب نحن الحقيقه نمشي نقول يعني انه نحن نلمس ارتياح المواطنين، يعني المواطنين المديريه يعني منكم يعني من جانب في هذا الجانب في إدارتكم يعني بشكل عام يعني. الله. فننتقل إلى موضوع
عشوائي. في عندكم طريق يعني حملتوه يا عبد العزيز الوليد في طريق موجود، بس الطريق هذه هذا الطريق يعني هو طريق القاطرات. شوف فكيف يمكن يعني تقصد ريمي؟ ايوه ايوه ريمي نعم بالضبط. كيف يعني يمكن تتجاوزوا هذه المشاكل؟ يعني ان تكون كل المصالح يعني موجوده معكم، يعني اداره المرور، اداره المياه، اداره كلها تكون موجوده يعني، وبالتالي تعمد المشروع وتستمر فيه. شوف بالنسبة للطرقات تحديد الطرقات هي وزارة النقل وإدارة النقل يعني وهيئة النقل بالوزارة هو إدارة النقل بالمحافظة تتولى يعني موضوع حركة القاطرات يعني سواء كان داخل المدينة أو الخارج من المدينة. ما في هذا طريق ريمي، طريق ريمي يعني دائما يتعرض للتلف لأسباب يعني عديدة، منها يعني عدم تصريف المجاري، ثانيا أنه وجود مغاسل بالشارع يعني وهذه المغاسل لا يوجد لها تصريف، أحواض عندهم أحواض تفيض إلى الشارع مما يؤدي إلى تهالك الشارع يعني فهذا المواضيع هي مواضيع تخص المحافظ تخص الوزارة، نحن جهة إشرافية لكن نحن يعني مع بالشراكة مع الأخ المحافظ نقوم بعمل يعني زفرة لبعض الشوارع، ومنها هذا المشروع انه يعني تم اعداد دراسه ب 300 مليون على حساب السلطه المحليه المحافظه والمديريه بغرض تاهيله وتوسيع الكورنيش يعني ووضع يعني مواقف اضافيه، لان المواقف الان الحاليه لا توجد والناس بحاجه الى متنفس بحاجه الى مواقف قارب المتنفس، فنحن نقوم على معالجه هذا الامر ان شاء الله بالعام القادم يكون في عمل على الأرض يعني. طيب بشكل عام يعني العشوائي كيف تتعاملوا بشكل عام؟ العشوائي البناء العشوائي البناء العشوائي يعني ظاهرة سيئة وسلبية يعني في عدن ودمر يعني جمال المدينة، وهذا الأمر لا يعني أنه سينتهي أو أنه سيبقى العشوائي إلى ما لا نهاية، نحن في مرحلة يعني حساسة ومرحلة بحاجة إلى الصمود يعني امامنا يعني عدو وحرب، ولكن لن تمر هذه، ونحن اي بناء جديد نقوم بازالته، وفي مباني لها فتره طويله مثل 20 سنه 15 سنه سياتي يوم سنزيلها، وهذا ما سيحصل يعني بالتاكيد. وانا رساله للناس اللي العشوائي انهم ما يخسروش يعني بهذه الاماكن، ستزال ستزال، اذا لم تزال اليوم ستزال غدا. طيب تفرضون رسوم يعني رسوم كبيرة يعني واحد شاب يعني شاب متزوج يعني يبني بيت فيفرض عليه مثلا مشان السقف يريدوا ترخيص للسقف يريدوا ترخيص والترخيص هذا ملايين يعني يكلم. شوف بالنسبة لموضوع تراخيص البناء هي مخصصة من قبل الأشغال، لكن هناك تم اتخاذ قرار من قبل الأخ المحافظ بإنشاء وحدة حماية الأراضي، وهذا القرار يعني أتى بعد أن حصلت كثير من الإشكاليات وكثير من الإبرياء راحوا ضحايا الأراضي، وتم إنشاء هذه الوحدة بغرض يعني القضاء على العشوائي ومحاربة الباسطين على الأرض. ما أعتقدش أنه يكون ملايين، لأن الوضع هو ترخيص حسب الوثائق الذي معك، إذا عندك وثائق رسمية ما يأخذها عليك إلا حاجة رمزية، لكن إذا كان أنت مبالغ يعني كبيرة بالنسبة للشاب يعني. لا إذا كان المبلغ ما عنديش أنا الفكرة اللي عندك إنه هل المبلغ رسوم أما المبلغ إنه الرجل البائع اللي أخذ عليه رسوم مخالف وبالأخير هو يشتي يغلق بيته ولا توجد معه وثائق. لا الأمر مختلف يعني. بعضهم وثائق موجود معه. لا إذا كان وثائق أنا يعني. المبلغ اللي يفرض عليهم مبلغ كبير جدا يعني. من قبل البلدية يعني من قبل. الجهات يعني. لا ايش تعرف رقم انا مثلا عندي هنا في الاشغال كم كم الترخيص؟ مليون. لا عندك لبس في الموضوع، ايش اللبس؟ انه في محلات يتم اخذ عليها 750 الى 950 الف، ما هي هذه المحلات؟ المطاعم والمراكز. هذا قرار رئيس الوزراء رقم 33 لعام 2021 يخص رسوم النظافة. هذا الرسوم على هذه الفئة.
عند يعني قطع الترخيص لا يصرف لك الترخيص الا بتنفيذ قرار رئيس الوزراء. احنا جهات يعني اشرافيه مشرفين على التنفيذ. فانصدمنا انه مثل عندي انا في المنصوره 128 مطعم. لا انا تكلمت عن لا بشكل عام انا اقول بشكل عام. الان عندما تجي تقول له انا اشتي 950 ينصدم يعني مش معقول المبلغ هذا، بينما انه هذا المبلغ لن يدخل ايراد المديريه حتى ريال واحد. هذا ما لناش فيه اختصاص اطلاقا، هذا من اختصاص صندوق النظافه. فهناك لبس عند المواطن او عند التاجر انه هذا الرسوم تاخذ صندوق محلي، احنا ما ناخذ لا يتجاوز 50 الى 60 الف الرسوم تقريبا، وهذا من اختصاص اداره التراخيص. ولكن اذا كان في هناك مبلغ من عند من قبل نحن كمزاوله المهن انا مستعد للمساله حتى امام المحافظ امام اي جهات. لكن هذا قرار، والقرار هذا يعني بدا تطبيقه من عام 2022. فعندما بدا انصدموا الناس ان هذا مبلغ كبير، بالفعل كبير المبلغ هذا، وقدمنا رسائل للاخ المحافظ ان يجلس مع رئيس الوزراء ويراجع الامر. جلسنا مع نائب وزير التجاره والصناعه ان هذا المبلغ كبير على الناس، بعضهم عندهم مطاعم صغيره وما يغطيش المبلغ هذا 950 او 750 الف يعني سنويا. فوعدوا على اساس معالجه الامر لكن لم يتم هذا حتى الان. وهذا لا يعني انه اداره المديريه انها لها مخوله باخذ هذه المبالغ، صعب في جهاز مركزي للرقابه المحاسب بالسبب، في محاكم، في محافظ، في يعني الدنيا مش سايب ان اي شخص يعني يفكر ياخذ مبلغ يروح يسحب من الناس. طيب انا كنت اتكلم بشكل خاص يعني في هذا الموضوع على على المنازل الشخصيه، المنازل الشخصيه. انا المنازل الشخصيه ما عندي شيء مانع، ولكن ممكن ارتب لك لقاء مع الاشغال العامه تستفسر على التراخيص، على قيمها، على هذا شانهم، ما دخل شانهم بعمل الاشغال العامه. طيب ندخل على الكهرباء يعني. هذا مشكلتها كبيره، تفضل. مشكله كبيره. لكن المعالجات المتروحه من جانبكم انتم طبعا هي يعني. شوف موضوع الكهرباء هو موضوع سيادي مرتبط بمجلس الوزراء والرئاسه. وإرادهم مستقل يعني إداريا وماليا. يعني ما يخضعوش لا لإدارة المحافظة ولا المحم، يعني وزارة مستقلة ماليا وإداريا. فموضوع الكهرباء موضوع سيادي ودخلت فيه سياسة. في الكهرباء متوفره، الإمكانيات متوفره، ولكن الأكثر توفير السرق أكثر من الإمكانيات المتاحة. فبالأخير انعكس هذا على المواطن بشكل عام. الكهرباء الان تاخذ يعني مواد او يعني محروقات او ديزل، يتم هناك يعني نوع من التلاعب. برضه كهرباء الرئيس يعني شغاله احيانا تخرج عن تغطيه او تغطيه او عن خدمه او يعني ما ادري ايش موضوع الكهرباء. موضوع كبير يعني هو موضوع سياسي. تستطيع الدوله ان تجيب سفينه وتشبك يعني في الصيف ثلاث شهور والامور طيبه ولا يحصل شيء. لكن عندما يبدا الصيف تبدا المفاوضات على المنح. طيب كان في وقت معك قبل الصيف انك تتفاوض، يعني ليش عندما اجى الصيف بدات تتفاوض توقف الوقود؟ وبالفعل سيحصل بالعام القادم انه يعني بدايه الصيف سيتم التفاوض على صفقه وقود او الى اخره مشان يعني التمعن او التلذذ تعذيب ابناء المحافظات الجنوبيه. الان بترى مناسبه الان في موضوع الكهرباء، بترى مناسبه الان لمعالجه اي مشكلات له الان. يعني دخل يعني موسم البرود الشتاء ويستطيع معالجه اي امور، منها بناء يعني محطات تحويليه، منها توفير مخفضات، منها يعني توفير كيبلات، يعني الامر متاح يعني. وهذا برضه تشكر اداره الكهرباء بقياده سالم الوليدي على الجهود اللي يعملوه، عملوا مجهود يعني كبير وملموس يعني خاصه عندنا نحن في المنصوره في عمل ملموس على الارض، ونحن نتشارك معهم في كثير من الامور، كثير من المشاكل. طيب المشروع الاستثماري بشكل عام كيف الامور يعني ماشيه تمام ام في صعوبات او في مشاكل؟ ايوه في عندنا برنامج استثماري وهذا طبيعي يعني يتم اعداده يعني في كل مديريه وكل محافظه يعني سنويا. وهذا المشروع يعني او المشاريع او البرنامج الاستثماري يتم اعداده وفقا للامكانيات المتاحه عندنا في المديريه.
وفي كل مديرية. وعندنا برنامج يعني معد الآن خلال 2023 يعني تقريبا ب 4 مليار ريال يمني. طيب المدارس داخلة في هذا المشروع؟ التربية والتعليم أخذها تقريبا الحيز الأكبر يعني من اهتمامنا، وأخذت يعني في عام 2022 تقريبا 800 مليون منها مدرسة القادسية، الخنسة، توفير يعني طاقات شمسية للثانويات، توفير كاميرات، تأثيث يعني بعض المدارس يعني، وسنقوم على تأثيث بقية المدارس برضه الطاقة الشمسية سنستمر يعني. عندنا فكرة إن الجانب الأمني يمكن يعود يعني على اهتمام المديرية. الجانب الأمني حصل العام الماضي على 45 مليون بينما حصلت التربية بعام 2022 على 850 مليون، يعني مليار لا شوي. يعني تحسون إنه لا شوف أنا ما أقدر أقول إنه نحن وفرنا كل شيء، ولكن هذا ممكن باستطاعتك أن تعمل مقابلات مثلا مع مدير التربية مدير المدارس، هم بيشعروا هل في تحسن أم ما فيش، هذا يعود لهم. نحن قد نبالغ أو نقص أو نزيد بالكلام، لكن الواقع يعني هو اللي بيتكلم عن نفسه. هل قدمنا عن الطرقات؟ أعتقد أنه الطرقات يعني أخذت جزء من اهتمامنا يعني كثير من الشوارع، والحمد لله يعني تمت بقيت يعني مشاريع فرعية ب 2023 يعني هي منها يعني بالأولوية يعني بزفلة بعض الشوارع الداخلية، أما الشوارع الرئيسية الحمد لله يعني كان آخر شارع هو الشارع اللي خلف سوق الخضار يعني تم العمل فيه، هذا شارع رئيسي يعني تقريبا طولها 1400 متر تقريبا. طيب أبرز أشياء تفكروا فيها الآن مستقبلا إيه هي؟ إحنا نفكر على دعم التعليم بشكل رئيسي أساسي. لأن التعليم هو أساس يعني تطور أي أمة، وبدون التعليم لا يمكن أن تنهض هذه الأمة. وأتمنى يعني من الدولة أنها يعني مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم الاهتمام بهذا الجانب، خاصة الاهتمام بالمعلم بالكتاب المدرسي يعني المدارس. بدون التعليم لا يمكن أن تطور هذه البلاد. الإسهامات المجتمع يعني معكم مهما كانت إسهامات المجتمع يعني لا يستطيع المواطن أن يقدم لك خدمة يعني هي من مهام الدولة في الإمكانيات أو التكاليف يعني كبيرة جدا. مثلا توفير المعلم يعني أنت بحاجة، نحن بحاجة الآن في مدينة المنصورة إلى 370 معلم عجز التوظيف موقف، ويعني الناس يخرجوا عن الخدمة يعني اللي تقاعد، وبالأخير التوظيف يعني ما فيش موقف. بالأخير نحن بنصل إلى مكان يعني بيخلط طاقم الوظيفي من التربية والتعليم، أصبح المدارس يعني جهل يعني، وهذا متعمد يعني مش إنه يعني عن سبيل الصدفة. يعني إذا كان الدولة عندها استطاعت توفر أو تقند 100 ألف جندي، مش قادر تقند يعني أو توظف يعني 15 ألف معلم لعدد محافظات المحررة، هناك يعني لبس يعني. في أشياء متعمدة يعني مرتكبة في هذا البحث. تخيل أنت يعني الدولة وقفت التوظيف ب 2011 والدولة الآن سجلت 120 ألف جندي من 1000 سعودي، بينما مش قادرة تدفع الدولة يعني 60 ألف أو 70 ألف للمعلم، وكمان يعني التوظيف موقف بهذا الجانب يعني أمور واضحة يعني. بالفعل الجهل هو أكبر عدو وعايق أمام أي تطور. طيب ما تريد أن تقولوا يعني الآن في ختام هذا اللقاء؟ والله إحنا نتمنى يعني من معالي وزير الدولة ومحافظ عدن يعني الاهتمام بالجانب التربوي بشكل أكبر من العام الماضي، ونشكره على ما قدمه لنا يعني ومساندتنا بهذا الجانب، وهو جانب مهم إحنا نركز على هذا الجانب. نشكركم على المقابلة هذه، أتمنى لكم التوفيق. أتمنى لك التوفيق وشكرا لك، ونحس أنه يعني فعلا في ارتياح من قبل المواطنين لإدارتكم. الله يحفظكم، ونحن لخدمتهم يعني هنا. الله يسلمك، شكرا لك. شكرا لكم. نلقاك مرة أخرى. الله يحفظك. بالأخير نختتم هذا اللقاء مع الأستاذ أحمد سعيد الداوودي محمود المديرية المنصورة رئيس المجلس المحلي. نتمنى أن نكون قد وصلنا معكم أو أفدناكم من خلال هذا اللقاء.